او اخد منه مصروفي. لا برافو انا عليك. بيت ان انا اتجهت اتجاه ان انا اشتغل شغل في السيارات، فبقيت اخد شغل لشركات حكومية وشركات خاصة، ادخل عربيات للشركات، في عندي ميني كالعالي بقدم خدمة عالية لجميع الشركات، جميل. بخلي في واي فاي في العربيات، بعمل شغل ميني كال للسواق، بعمل له تحليل سيفتي مخدرات وكشف كامل طبي، ممتاز. وفي نفس الوقت برضو برجع اتاكد برضو من، يعني بشوف العربيات اللي بقيم القيمة بتاعت العربيات تقييمها، وبشوف المهندس او الدكتور او الضابط او فلان اللي طلع مع العربية في شغل، برجع اقيم السواق، اقول له مثلا نظام السواق ايه، معاملته ايه، جميل جميل، وسواقته ايه، برافو عليك. برجع يعني ايه، بشوف شغل تاني، يعني اعيد مثلا زي تقييم فيدباك، شغلي. تغذية رجعة، اللي انا ايه بقيم الأداء بالظبط، يعني. اقيم ده الأداء. طبعا بيساعدنا ان احنا نطور شغلنا أكتر. بالظبط بالظبط. طيب حضرتك في مجالات تانية شغال فيها غير العربيات؟ اتفضل. واخد توكيل لشركة اكسبريس النقل الجماعي، واخد توكيل شركة زمان العود والبخور في جميل. أسيوط، فرع أسيوط، والحمد لله يعني برضو بفتح فرع تاني لشركة كيلو ار بي ام للرحلات وتأجير السيارات في دهب ان شاء الله فترة قريبة، وبعمل تطبيق جديد هيبقى على مصر كله ان طب شاء الله بإذن الله. ما شاء الله، ربنا يوفق ربنا حضرتك. يخليك. طيب احنا في حياتنا ربنا بيسخرنا، يعني بيسخرنا لبعض او بيسخرنا ناس تساعدنا تقف جنبنا. في حد ساعد في تكوين شخصية الأستاذ محمد، او أكيد ساعد ان هو حضرتك يدعمك؟ طب أكيد. يا ريت تعرفنا عليه. أول شكر يعني يرجع بعد ربنا يعني والدتي ربنا يبارك لك يا وأخويا رب. الكبير حمدي، وأخويا يعني وكل إخواتي ما شاء الله، ربنا يخليك. وعيلتي وأهلي يعني، وحبايبي وصحبات التوكيلات وصحبات الشركات برضو ليهم شكر خالص يعني، والحمد لله كان ربنا يوفق الحمد لله. حضرتك. الله يخليك، طبعا كل الشكر ليهم، وكل الشكر ربنا يبارك لأي لك. أب أو أي أم أو أي يعني أخ أو صديق، إن هو يعني يدلنا معلومة أو نصيحة أو يدعمنا في أي وقت بالظبط إحنا مرهقين فيه نفسيا، أو محتاجين اللي يدعمنا علشان نوصل أو نعمل أي بالظبط حاجة في حياتنا. بالظبط. إحنا طبعا من غيرهم ما كناش نقدر إن إحنا نعمل حاجة. طبعا ده هم طبعا لهم بنوجه لهم تحية. طبعا ربنا هم يبارك لهم عليك، الشكر يعني وتحية، ربنا يخليك. ربنا طب يخليك. دلوقتي احنا عاوزين نعرف من حضرتك يعني ايه النصيحة اللي تقدر يعني تقدمها للشباب في الصعيد؟ يعني عاوزين نعرف من حضرتك تنصح بايه الشباب دلوقتي اللي هو يعني لسه طالع بقى للدنيا، مش ما عندوش اللي هو المسؤولية ان هو ان انا عايز اعمل حاجة. طبعا كله دلوقتي بيتوكل على والده او والدته ان هو مثلا لا يعني بخلص مثلا دراسة. طبعا هم بيبقوا واخدين على ان احنا كل شوية بنسحب فلوس من بابا بالظبط وماما بالظبط. وشويه بقى ايه لما هاجي اتجوز ما هم هيتجوزوني، لما هاجي مش عارف هعمل افتح مشروع ما انا هعمل اخد من حد منهم. فتنصحهم بايه يعني؟ انصحهم ان هم يتعبوا هم صغيرين ويجهدوا، وعشان يطلعوا بعد كده يلاقوا حاجة. البلد هنقول البلد صعبة او شغالة، بس في شغل، في شغل يعني، اللي عاوز يشتغل هيشتغل. اي شاب عاوز صحيح. يتعب نفسه وعاوز يجاهد في نفسه وهيبقى حاجة كبيرة بعد كده، هيلاقي يشتغل يتعب نفسه، ما يبصش للي بيقعد، ما يبصش ان ده صاحبه قاعد مثلا في البيت ما بيطلعش لا ده الكلام ده لا، اتعب واشتغل، اشتغل شغلانه واثنين وثلاثه واربعه وربنا هيكرمك. ربنا يوفق حضرتك. بس طيب ازاي حضرتك بقى اشرح لنا حته ازاي بتاخد شغل بقى من شركات خاصه او حكوميه وبتساعد الشباب هناك في الصعيد، في الصعيد مصر، على ان هم توفر لهم فرص عمل؟ ازاي؟ باجي اسمي ده اولا، يعني انا بشتغل على اسمي، ولا كان في نت ولا كان في شغل عالي، او حاليا بشتغل على بدائي يعني في الاول ابتدائي. خالص. ابتديت لوحدي بعربيه، وبدات بيها لوحدي يعني، ما فيش اي حد ساعدني باي حاجه، وبعد كده واحده واحده بقيت بدل ما العربيه بيت عندي، بيت عندي عربيتين اتنين تلاته تبع الشركه، ربنا كله ده يوفق بتاع حضرتك. الشركه. طيب بالنسبه بقى لتوكيل العطور بقى، احكي لنا قصته بقى جت ازاي. توكيل العطور مشكورا للاستاذ خالد البارودي، ومشكورا للاستاذ محمد البارودي، ساعدوني برضو ان انا اخد توكيل للزمان العود والبخور في اسيوط، فتحته وهم واخدين توكيل النمسا، امسا للعطور،
فتحته وساعدوني ان انا اجهز المحل وان انا افتح، وفتحت بالفعل وتوزيع، فتحت شغلت كل حاجه، وعندنا زيوت حاجه طبيعيه وحاجه نظيفه ممكن في استخدامها بتبقى جيده جدا. طب وحاجه جميل. عاليه جدا، حتى بعد غسيل الملابس بتلاقي ريحه البرفان متواجد تاني. جميل. تمام، حاجه كويسه خالص، ومستوردين معطرات كتير وزيوت، زيوت عطريه، وبنستورد ازايز، بنستورد نظام زي بايب وحاجات زي كده يعني. جميل. طيب عندكم فروع تانية؟ على مستوى 27 محافظة ما شاء الله، ربنا يوفقكم. طب واسعاركم عاملة ايه بقى؟ كويسة كويسة والله. يعني في متناول الجميع كده؟ لا متناول الجميع، وعندنا خصومات بنقدمها كتير خالص، خصومات وحاجة كويسة خالص وقيمة. واهم حاجة الماتيريال يعني بيبقى الشغل العالي هو اللي في حاجات معينه شغالين عليها حاسس ان هي لا هي الكويسه او يعني افضلهم مثلا؟ لا، في زيوت كتيره، في زيوت كتيره حلوه خالص جدا يعني ولذيذه جدا. او بالنسبه للبرفانات او برضو ما هو الزيوت كله من الزيوت يعني زيوت، وبعدين بقى هي بتاخدوهم بتركبوا، بيبقى في عندنا فريق شغال بيركب وبيعمل تيست بيها، والزبون بتعجبوه بيشتري. عندنا حاجات يعني عروض، يعني بنعمل عروض. جميل. يعني مثلا لو في ثلاثة مثلا إزازة 30 ملي مش عارف ايه الكلام. وطبعا بقى عشان حاجات بقى بتبقى مثلا زي ايه، هدايا رأس السنة بالظبط، او مثلا حاجات مثلا زي عرض بلاك فرايدي، يعني بالزبط. اي خصم بينزل برضو بالظبط بيظبط الدنيا بالزبط. يعني حرك الدنيا. طيب جميل. طيب بالنسبة لوالدة حضرتك تحب تقول لها ايه بمناسبة الحلقة يعني؟ دي امي، دي ست الكل، واغلى يعني اغلى واحده عندي في حياتي هي امي. وبعد كده اشكر اهلي واهلي كلهم يعني، ربنا يحفظهم لك يا رب، وربنا يخليها لي ويحفظها لي. بس ربنا يبارك في حضرتك. طيب حضرتك خريج ايه؟ سياحه وفنادق. سياحه وفنادق. سياحه. بس بعد ما خلصت بقى ما قلتش بقى لنفسك ان هو انا يعني هشتغل مثلا، لازم ان انا اشتغل في مجالي يعني مثلا زي اي شاب بيطلع يقول لك ده انا ما لقيتش وظيفه مثلا في خاصه بمجالي او كده؟ لا انا رحت رايح، خدت دورات تدريبيه، خدت تدريبيه، خدت مركز واشنطن للتحكيم الدولي التجاري، خدت 5 دورات فيه. وبعد كده مشكورا بدا يفتح دماغك بقى ان هو انا ابدا بقى ادوس في التجاره واشتغل في حاجات تانية. بالظبط. وبعد كده مشكورا جدا جدا خالص المستشار عبد الرضي حجازي، رئيس النقابة العامة للمستشارين بالتحكيم الدولي. ساعدني جدا وقال لي لازم تحط شروط التحكيم في العقود الشركات اللي انت بتتعاقد معها. وده حاجة أساسية يعني. بس وخدت دخلت في النقابة العامة للمستشارين، خدت 5 دورات برضو والحمد لله تمام، ودخلت المجلس القومي الأفريقي لحقوق الإنسان. وبعدين بقى بدات حضرتك ان هو ايه تبدا تشوف بقى مجالات التجاره ما بكل اتجاه التجاره. هو بصراحه هي يعني يعتبر بتبقى عمل حر طبعا. انا ببقى صاحب يعني الموضوع كله يعني انا المدير وانا اللي شغال وانا اللي بظبط الدنيا. طبعا هو انا من الناس اللي بتشجع جدا العمل الحر بالظبط، لكن بالنسبه ان انا اخلص دراستي وابدا بقى اقول لنفسي ده انا مش لاقي وظيفه، ده انا مش لاقي مش عارف. وبعدين بقى الشباب يعني بيبدا يتجهوا بقى لايه، حد بقى ينصحك نصيحه غلط اللي هو بتنساق بقى في اي طريق تاني غير بقى، ونبدا بقى ان احنا ايه نعلق اخطائنا او مشاكلنا او اي حاجه على المجتمع حوالينا، ظروف اهلنا مش عارف اي حاجه. المهم ان انت يعني مش يعني مفيش تحمل مسؤوليه. لا ده غلط، هو يتعب يحاول طبعاً. يتعب الشاب عشان يلاقي حتى اي فرصه عمل تقابله معاه يخش فيها، ممكن دماغه تتعمق فيها صحيح. يوصل لحاجه اكبر من كده. انا كنت واخد وكيل اكسبريس مشكورا للاستاذ خالد الصاوي والاستاذ ادم صحبات الشركة والأستاذ أشرف وكلهم مشكورا. ما خدت توكيل فرع إكسبريس النقل الجماعي في أسيوط. بعد كده قيموني ليقولوني إن أنا أستاهل، إن أنا أبقى مدير فرعين في أسيوط. خلوني مدير فرعين في أسيوط مع إن حضرتك سنك صغير. سن صغيرة. برافو عليك، ربنا يخليك، ربنا يوفقك. حضرتك نموذج جيد جدا يعني لشباب الصعيد،
واتمنى ان هم يعني يتخذوا من حضرتك قدوه ان انا لا انا خلصت مثلا دراستي في ايا كان المجال، ما اقولش لنفسي انا يعني ايه انا متخرج من كذا فانا هشتغل في كذا، لا طبيعي ان انا بشغل نفسي وببدا ان انا افكر في حاجات تانية. وبعدين اللي بيقيد نفسه بشهادته بس ما بيعملش كتير، ما بيحققش كتير يعني لا ماديا ولا اجتماعيا ولا اي حاجه، لكن انا اشغل نفسي واشغل دماغي ان انا اشتغل في كذا حاجه وافكار تانية، وخصوصا العمل الحر. العمل الحر في كل مكان ومتوفر، والناس اللي بتتعب فعلا بتلاقي. وانا بمجرد وبعدين بقى ايه بتبقى حاجات بتجيب حاجات. النهارده أيوة انا اتعرفت على استاذ محمد مدير مثلا لشركه زماني او واخد توكيل من شركه زماني، مدير شركه النهارده انا مثلا وليكن انا شغال سيلز مع استاذ محمد، شويه ربنا اكرمني ومسكت بقيت مدير فرع وهكذا، يعني ده احد الامثله. لكن احنا ممكن نشتغل في حاجات كتير جدا كتير، غير ان انا اطلع من كليتي اقول لنفسي سي مثلا انا خريج التربيه، لا ده انا لازم هشتغل مدرس. طب فرضا مثلا انت بعد ما خلصت كليتك لقيت نفسك يعني لا يا جماعه انا ماليش في التدريس، انا مش حابب التدريس مثلا، خصوصا احنا بقى يعني ايه جرت العاده ان مثلا ابني او بنتي في الثانويه العامه احنا كلنا طبعا عاوزين ان هو يدخل اعلى كليه، وطبعا مسميين بعض الكليات بكليات القمه. فطبعا مثلا لو هو ما حققش لاي سبب، سواء مثلا ظروفه نفسيه او ماديه او هو حتى قدراته كده، فنبدا ان احنا نقول لا خلاص يعني بيتحط كده تحت يعني خط اللي هو ايه لا ده فشل، او مثلا اللي هو ايه ما بنبداش ان احنا ندعمه زي الاول، زي ما اللي احنا كنا مستنيين منك حاجه معينه فانت لو ما حققتهاش خلاص. مع ان انا ممكن اكون مثلا مش دكتور مش صيدلي مش مهندس مش الاسماء اللي احنا، بس انا ممكن ان انا بس لو يعني عنده طموح اشتغل لو على عنده نفسي طموح هيوصل يا دكتور لو عنده طموح اشتغل على نفسي وابقى يعني حاجه كويسه جدا طبعا. اللي هو يعني كان في احد الاساتذه بتوعي بتوع اللغه العربيه كانوا بيقولوا ان هو ايه لا تكن عادي في مكان متميز، ولكن كن متميز في مكان عادي، ولكن طبعًا الافضل انك تكون متميز في مكان متميز. فانا المفروض ان انا بشتغل على نفسي وما اقعدش بقى اقول لنفسي انا كذا او يعني انا احجب نفسي في شيء معين. وبعدين الناس اللي هي برضو بتربط نفسها بالكليه، احنا بعد ما بنخلص طبعا ونبدا بقى ان احنا نملى بنبدا ان احنا نملى الرغبات وحاجات زي كده، ف بنبدا ان احنا بقى نتكلم في حته الكليه بتاعتك. طب انت هتخش تربيه هتطلع مدرس، هتخش مش عارف، لا احنا ما بنعملش كده، احنا عادي ايه المشكله انا اكون خريجه تربيه وفاتحه مشروع واثنين وثلاثه وشغاله في كذا حاجه عادي المشكله. فالواحد يوظف نفسه طبعا. الصور طبعا بتاعه الشركه بتاعت حضرتك جاهزه معانا على الشاشه، الشركه كيلو ار بي ام للرحلات وتاجير السيارات باسيوط، وشركة اكسبريس النقل الجماعي بأسيوط مدير الفرع، وشركة زمان وده بالنسبة لبرضه الصور بتاعة البرفانات والزيوت العطرية هي دي كلها ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفق حضرتك لكل خير ويبقى عندكم اكتر من الفروع الموجودة واكتر من توكيل يا رب ان شاء الله. يعني نرجع لموضوعنا ان الواحد ما يحجمش نفسه انا خريج كذا فهشتغل في كذا، ما يحجمش لا لا, لا لازم ان انا انزل سوق العمل واتعرف على ناس جديده طبعاً، وابدا ان انا انخرط في الحياه. وعلى طبعاً فكره الحياه العلميه غير الحياه العمليه تماما، طبعاً اللي انت بتتعلمه في كليتك او الكلام اللي احنا بناخده احنا طول ما احنا في الدراسه، غير لما انت تدخل بقى سوق العمل وتبدا انك تتعامل مع الناس، يعني طبعاً بيبقى الموضوع غير. وحاليا برضو من يعني بعد حوار كورونا الدنيا هتهدى دلوقتي، وشغال الرئيس من ساعه ما مسك طبعا في مشاريع قويه يا رب ان شاء الله. شغال في مشاريع قويه وعشمانين، والشباب كلها هتشتغل وهيلاقوا فرص عمل، والمهندسين هتلاقي فرص عمل باذن الله تعالى. احنا ان شاء الله باذن الله هنتقدم ان شاء الله متقدمين، ومنيا يعني في منيا تحتيه هتتعامل يعني بسم الله ما شاء الله. الشغل كله ده اللي شغال فيه سياده الرئيس ده حاجه كويسه جدا يعني، وهتفتح الشغل لشباب زيي. ممكن انا اشغل شغل مثلا عربيات في الشركات في المشاريع اللي شغاله والكلام ده ما شاء الله. ربنا يوفق حضرتك. طبعا هو يعني فعلا هو شغال على كل حاجه حاليا في البلد، وان شاء الله ربنا هيكرمنا. طول ما في شباب عندهم النظره اللي زي حضرتك اللي هو نظره ايجابيه للبلد ان احنا هنتقدم وهنتطور واشتغل على نفسي، وبعدين ما اقعدش اقول لنفسي يعني ايه اعلق ان انا اخطائي او مشاكلي او ظروفي الاجتماعيه واقعد اقول لنفسي ما انا خلاص هفضل انا
متعلق بالحاجات ديت ومش عمري ما هعمل حاجه وعمري ما طول ما انا بعلق اعذار على يعني على شماعاتي كما يقال يعني حصل فانا مش هوصل لحاجه لكن لازم ان انا اشتغل على نفسي وايه المشكله ان انا اخلص مثلا كليه معينه لقيت نفسي مثلا حابب حاجه معينه ان انا ادرس تاني ايه المشكله ادرس مش مش هقدر ادرس الكليه كاملة بقى في دلوقتي حاليا كورسات وبقى في حاليا في اونلاين وفي كل حاجه موضوع الاونلاين بقى الكورونا دلوقتي يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا كلنا يا رب ويشفي كل مريض بيها ويرحم كل موتانا امين يا رب طبعا خلت الناس دلوقتي اكتر تتجه لشغل الاونلاين كل الناس دلوقتي وهو الاكتر برضو يعني الاكتر بيبقى السيلز يعني انا اشتغل كتسويق مثلا لاي شركه من البيت سواء مثلا على بعمل تليفونات ليهم بسجل مثلا على سيستم معين فدلوقتي لا يعني الناس فاكره مثلا انا لما خلاص في كورونا فالدنيا اتقفلت كده وانا مش هشتغل في بعض الشباب بيفكر كده او لا اصل هم خلاص او بنوته مثلا ده هم مشوني من شغلي وانا مش هلاقي حاجه لا النت مليان بحاجات شغل بشغل كتير وحاجات موثوق منها برضو طبعا يعني في كذا حاجه مثلا لو يعني لو براند زي البرفانات والعطور اللي عند حضرتك دي مثلا لو اخذوه مثلا بعض من الستيلز واشتغلوا عليه كويس جدا تليفونات وسيستم هتلاقي الدنيا ظبطت معاكم قوي في التسويق طبعا ده بقى انا بقيس عليه كذا حاجه يعني ممكن الشاب يبدا من غير اي حاجه ايوه يعني صحيح الشاب يحاول بأقل فلوس ممكن يبدأ بأي حاجة يعني لو حتى لو جاب له شوية شغل ووزعهم هياكل عيش طبعا طبعا وفي شباب عاوزة تاكل عيش وهي بتحاول ان هي ترفع من من من, من نفسها يعني طبعا طبعا بس وفي شباب شايفة صاحبها نايم قاعد بيصحى ده ما بيروحش شغل ما بيشتغلش ما بيتعبش فهو نايم زي لا ده الواحد بيطلع من شغل لشغل 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 مش يعني انا ممكن في اليوم اطلع من اربع شغل يعني ربع شغل مثلا اطلع من شغل لشغل 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 في ناس مكتئبة شغل لشغل الواحد ما بعد احيانا يعني بيبقى في مشاكل مع الجماعه عندي بسبب ان انا مش قادر انام او هم مش قادرين يشوفوني ايوه يعني صحيح. بقعد ممكن بثلاث ايام او اربع ايام برا البيت أيوة. فده برضو يعني ما هو شغل الطموح برضو مش سهل كل حاجه ليها ضريبه ان انا اوصل وابقى صاحب شركه ولازم ابقى معانا في المكان هنا النهارده فده مش سهل يعني فاهمني فطبعا ده بيبقى يعني نتيجه الاجتهاد ربنا يبارك في حضرتك ده حضرتك نورتني بس بيبقى نتيجه اجتهاد وشغل واشتغل على نفسي وعلاقات وكده لكن مش ان انا اقعد بقى احجم نفسي في لا اصل ظروفي اصل وضعي اصل اهلي اصل دنيتي الناس اللي بتقعد تقدم لنفسها اعذار كتير دي مش بتوصل لا مش بتوصل. بتعمل اي حاجه والكذب ده ما يعني ايه ممكن هو يكذب على اهله والله انا ممكن رحت الشغل والشغل مثلا صاحب الشغل زعطني هو اساسا مش عاوز يشتغل يعني اللي هو أيوة. ايه بيبقى الفكره ان هو مش عاوز يشتغل أيوة. يعني خلاص هو عاوز يقنع اهله ان هم دول مش شغالين بس لا لو انت حاطط في طموحك وفي نيتك ان انت تشتغل مع الجن الازرق هتشتغل أيوة. هتروح صحيح. في اي حته تشتغل صحيح صحيح بس هي. لكن لا هم بصراحه هم دلوقتي ايه عايزين ان هو ايه بابا يفضل يصرف علينا واحنا نايمين في البيت بالظبط ونتجوز وعايز اقول اولاد قبل بنات طبعا انا مش بعمم الفكره اكيد في طبعا ناس محترمه وناس طموحه وناس زي حضرتك كده عايزه ان هي تعمل حاجه بالعكس ده في يعني عايزه اقول مش عايزه اقول يعني اطفال بس في شباب لسه صغير وبقى كمان بيدرس طبعا وتلاقيه ان هو لا يعني عايز يشتغل ويعمل حاجه وممكن كمان يعني يقول لك بعد الدراسه يروح مثلا شيفت او اي حتى لو بارت تايم كده اربع ساعات شغل تمام ويقول لا يعني مثلا حتى لو هساعد نفسي اعمل حاجه اشيل من عليهم يعني الناس برضو او الشباب دلوقتي او البنات برضو يحسوا باهلهم طبعاً. لان مش كل حاجه تبقى على الاب والام بتبقى في حاجات هم اساسا لا يعلموا عنها شيء تبقى ضغوطات تانية يعني فرضا هو مثلا مضغوط في حاجه عليه مبلغ معين في شيء هو عاوز يحسن منهم على قد ما يقدر بس مش كل حاجه هقدر اعملها هو كمان برضو يعني لحم ودمه عنده احساس فاحنا طبعاً. الفكره كلها احنا نحس ببعض فاكيد برضو حضرتك شفت ده في اهلك التمست في اهلك اللي هو لا لازم اساعدهم اعمل حاجه بواجه ليهم هم ليهم الشكر ان هم يساعدوني برضو بس انا انا نفسي اعمل حاجه مش انا هم يساعدوني وانا اصرف او انا اضيع لا انا بص ان انا اعمل حاجه بكره وبعده تنفعني ان انا مش مشكله ان انا اخسر بس ان انا بص بعد كده لازم اتعلم وانجح ما لازم انجح ما هي اي حد بيبدا مشروع جديد طبيعي ان انا حتى انا مثلا سي هفتح مشروع اول حاجه بحطها في دماغي برضه الناس اللي عايزه تفتح مشاريع يا جماعه ولسه شباب صغير بحط لنفسي على يعني على الاقل خالص سنه اقول لنفسي السنه
انا صرفت على المشروع الاول تمام. والسنه دي يا دوب ايه اجيب حق اللي انا صرفته في الاول صح. بعد السنه دي ابدا اقيم ان انا بقى الارباح بتاعتي. مش حضرتك عملت كده؟ صح. لكن ان انا اول يعني انا خلاص خلصت اموري فتحت مشروعي مستني الربح وقتي. انا لسه اول حاجه بعمل حساب ان انا لسه ما اتعرفتش أيوه. لسه الناس ما عرفتنيش لسه ما عملتش علاقات لسه ما برضو ما المتش بالسوق كله. فطبيعي ان انا برضو يعني ايه بدرس الامور كويس وبدي لنفسي فرصه. لازم ادي لنفسي فرصه. ممكن ربنا يكرمك من قبل السنه يعني ممكن حسن. في ناس فتحت مشاريع بالفعل وطبعا لما بيكون معاهم حد واقف جنبهم مثلا في 6 شهور قعدت 6 شهور كورونا بس برضو ما يأستش يعني في ناس كانت حواليا بتحاول تيأسني طبعا تمام يعني. يا باشا انت خلاص انت كده قافل انت كده اتدمرت انت كده عملت لا ليه يا عم ليه 6 شهور برافو عليك الست شهور هدفعهم انا ومن قلب انا ومش مشكله يعني بس مش هقفل وهستمر وهنجح ان شاء الله وهنجح تحدي. تحدي تحدي يعني ايه بيني وبين ربنا عشان ان انا بحاول انا طالما الواحد نيته خير الحمد لله يعني نيتي خير ان انا اشتغل واعمل حاجه لا والمحبطين كتير محبطين في كل يعني طبعًا. حتى ممكن تكون يعني حتى لو ايه يعني حتى لو انت نموذج مثلا مش عايز اقول 100% بس لو انا نموذج حتى لو 90-95% تلاقي يسيب لك كل الحاجات الكويسه اللي موجوده ويجيب لك اي حاجه كده اي هفوه اللي هو ايه ليه ما هتنينش عليه. على فكره يا جماعه اصحاب السوق يعني حاجه صعبه كتير مش ضروري يكون صاحب سوق يعني هو مثلا بيعمل حاجه غلط بس ان هو حته ان هو يفضل يدخل في حياتي طاقه سلبيه ده في حد ذاته بالنسبه لي صاحب سوق طالما مش هتشجعني ان انا اكون افضل شجعني. وما تبصليش بصة غل او ما تبصليش بكراهيه او انت شايف انت نفسك لا ده انت ممكن انت تكون احسن مني او برضه بس انت في عندك حاجه من جواك لو طلعت واشتغلت وبقيت حاجه هتبقى احسن مني انت بص لحاجه زي كده بس مش كل الناس بتفكر كده بقى ويقول لك مثلا فلان ده ناجح او استاذ محمد طب ليه طب عاوز اشوف احسن فكرته مني ليه تبقى افضل مني لا مش ليه ان انا مثلا ما سيطرتش بس لا مع ان في قاعده جميله جدا اسمها وين وين سيتويشن ليه المشكله ان انا يبقى حضرتك كسبان وانا كسبان صح المشكله ان انت تبقى الاول وانا الاول برضه بالظبط المشكله بالزبط. ان انا وانت نكون مع بعض في نفس ننجح مع بعض ده احنا كمان ممكن نحط ايدنا في ايدين بعض ننجح يعني ايه المشكله ان انا مثلا كزميل الاستاذ محمد او صديق الاستاذ محمد يجي يقول لحضرتك ايه رايك لو نفتح مثلا فرع تاني مع بعض او شركه تاني بالزبط. مع بعض طب حتى طب انا مش معايا المبلغ كامل نبدا مثلا بجزء طب تساعدني طب اشور عليه مثلا احسن من ان انا اقعد احبط فيه واقول له بالزبط. انت قفلت ده الكورونا ضيعت الدنيا ده انت هتخسر ده انت هتعمل لا الشخص الناجح ما بيقعدش ان هو يبص حواليه للمحبطين او مثلا الاشخاص اللي هم يكسروا منه او ان هم يحسسوه ان انا مش هعمل حاجه طبعا احنا في اي شخص ناجح طبعا هو المفروض ان هو بيبص لكل النقاط دي بدور على الناس اللي بتدعمني اخ صديق اب اخت ولو ما فيش حد دعمني وانا حاسس ان انا عندي رساله وعندي شيء مهم او حاجه كويسه اقدر ان انا افيد بيها الناس وافيد بيها نفسي المشكله ان انا اشجع نفسي بنفسي اشجع نفسي طبعًا. لحد بان انا اوصل واثبت لهم العكس اثبت لهم ان انا فعلا كنت على حق حتى لو ما حدش دعمني وطبعا الناس اللي بتدعمنا دول على دماغنا واحنا طبعا متشكرين ليهم جدا يعني طبعا حضرتك بتخص منهم مامة حضرتك ووالدتي واخواتي واهلي يعني برضو ساعدوني وكان ليا ابن خالتي الله يرحمه ضابط جيش استشهد في حلب وشلاتيت محمد جمال عبد الرحيم كان اول برضو في بدايه قصه العربيه وان انا جبت عربيه والدنيا فانا برضو بالفعل حسيت نفسي ان انا احبطت والدنيا فقال لي لا حاول يعني انت مالكش دعوه بالاحباط ما تحبطش نفسك انت حاول تطلع واحده واحده وما تبصش ان انت بكره هتنجح يعني بص بعد بكره انت هتعمل ايه برافو عليك واحنا والله حضرتك شرفتنا جدا ربنا النهارده يخليك الله يبارك واحنا في ختام حلقتنا احب اقول بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد اضاع العمر في طلب المحالي لازم ان احنا نشتغل على نفسنا وان احنا نسعى ان احنا نكون افضل وربنا يكرمنا كلنا جميعا وحضرتك شرفتني جدا والله شرفت بيك مشاهدينا شكرا لكم تحياتي ساره حمدي